هيا جان في بلاد دروز لأن النصارى فلنكت أدوا دروز كثير وهبطوا ذريح السيد الأمير قدس لطيفه. فارت حمية دروز سمعوا مشايخ دروز كله وين في مع الشيخ أمين كان هو رئيس مجلس معزام نواف كان لابس حط تروز إجا بدي يخطب فارت حميته إحنا لازم نعمل وانا النخوة الدرزية إحنا انتخى الشيخ بو محمود سلمان الله يرحمه من المجدل قال له أنا يا شيخ أنا أول واحد بحمل برودي بفوت على لبنان أنا حاضر كلنا حاضرين للفداء كلنا تحت رأي النخوة الدرزية شو بدأ شو عمل لك المقام هناك معركة هيجان بو عزام اللي حمل الموضوع بو عزام آه متذكر لما حط ضرب الحطة على الأرض إلا سقط هيك قال بدي أشوف اللفات والعقول بالأرض كم واحد وإنك وتدروز ساعة طول حزب شو بدي أحكي لك هو اللعث أن شو هذا يحارب هذا ينتخي هذا